صلح للمحكمة أن قضت بالقضية رقم 7988 لسنة 2014 جنايات الزيتون المقيدة 3254 لسنة 2014 كل غرق القهام بالحكم، والمحكمة توضع اليوم الأسباب. صرف للمحكمة أيضا انقضت بجلسة 9/5/2015 بالقضية رقم 14624 لسنة 2013 جنايات الزيتون المقيدة برقم 3167/2013 كل غرب القاهرة، والمحكمة اليوم تودع الأسباب. مدحت سعيد أحمد طه، أحمد صبحي عبد الرحمن، علاج إسماعيل حسن، أحمد عبد الهادي أمين، علي السعيد النجومي، موسان ماهر الحميد، أحمد فريد أهل، مصطفى، محمد عبد الفتاح، محمود بهاء سيد، وليد توفيق عبد الغفار، أحمد إبراهيم محمد، إسلام أحمد عبد العزيز، إسلام حسين محمود، إسلام عبد الحميد درديري، معتصم محمد سعد زهول، علي أبو وفا علي، محمد فتحي يسوقي بالسر مشدد لمدة 10 سنوات وتدريب كل منهم 20 ألف جنيه عما وصلت إليه ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات وألزمهم بدفع قيمة الأشياء التي خرقوها. ثانيا غيابية بالنسبة للحكم محمود سامي يوسف، رشاد شداد، إيليا دكتور جنس، رجب إبراهيم علي، عبد المقي أيمن أحمد، عمرو أحمد طلعت، محمود محمد فوزي بالسجن لمدة 5 سنوات، ووضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة، وإلزام المتهمين على الحدث المصاريف الجنائية ومصادرة الضغوطات. دي أحداث لاعتداء على قسم على الأصل الجمهوري، أصل القوة.